أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم، وحلقة جديدة من برنامج بنت البلد. النهاردة أول حاجة أنا حابة أعتذر عن عدم وجود أستاذة أسماء عطية نظرا لظروفها الصحية. هي كانت تتمنى تكون معاكم الحلقة دي، بس حصل ظرف وللأسف هي معرفتش تحضر. أتمنى إن أنا أقدر أقدم الحلقة بشكل جيد، وخصوصا إن دي المرة الأولى ليا اللي أنا هقدم فيها لوحدي. معانا أول حاجة حابين نتكلم عنها، وهو الأحداث اللي حدثت في مدينة بلطيم محافظة كفر الشيخ يوم 4 نوفمبر من الأسبوع ده، وأنا حبيت أتكلم عنها بما إنها بلدي. أولا أحب أتكلم عن اللواء أحمد السنوسي. استقبل اللواء أحمد السنوسي رئيس مدينة بلطيم محافظ كفر الشيخ لافتتاح مدرسة المستقبل بقرية المستقبل التابعة للوحدة المحلية بقرية الزهراء بتكلفة 5 ملايين جنيه يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر. بداية موفقة جدا وحاجة كويسة جدا، وفكرة انها بتساعد جيل المستقبل او جيل الشباب الجاي، النقطة اللي هتكون حضارية وجديدة وبداية موفقة لأجيال مصر جميعا. ان شاء الله يكون في تقدم مستمر لجميع محافظات مصر وجمهورية مصر العربية كاملة. كما أعلن اللواء أحمد السنوسي رئيس مدينة بلطيم عن استعداد مركز مدينة بلطيم لذكرى انتصارات معركة البرولوس البحرية، والتي تقام في مدينة برج البرولوس البحرية يوم 4 نوفمبر، والذي يواكب ذكرى انتصارات معركة البرولوس البحرية. أتمنى أن دايما نكون في نصر وفي نقطة كويسة ونقطة حضارية وتقدم مستمر، شعب كامل مش بلد محددة أو مدينة محددة. ربنا ينصر أهل مصر وينصر أبناء مصر وشباب مصر. هقول لكم، أنا مش حابة أطول عليكم في البداية، هننتقل للفقرة التانية، هنطلع فاصل صغير ونيجي معاكم بالفقرة التانية ومع ضيف حلقة جديدة. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم وحلقة جديدة من برنامج بنت البلد. النهاردة حابين نتكلم عن نقطة بتواجهنا كلنا، أو بتواجه عموما الإنسان ككل، يعني مش بتواجه الشباب بس أو بتواجه سن معين، لا هي بتواجه الناس كلها، وهي النيجاتيف انرجي مسيطرة على حياتنا. مع احنا دايما يا جماعة معتمدين على نقطة معينة أو بوينت معين، وهو الحظ. يعني دايما بنقول لولا الحظ، او لو بس يجي شويه حظ، او لو انا كنت محظوظ، او لو ادفع اي حاجه مقابل ان يكون عندي حظ. الفكره مش كده، والحياه عمرها ما كانت كده. احنا لما جينا الدنيا ولما جينا على كوكب الارض ولما عشنا الحياه بتاعتنا، عشناها علشان نتعب ونقع ونكمل ونقع تاني ونعافر. وفكرة ان احنا بنقع مش بترجعنا لورا، احنا عمرنا ما هنرجع لورا، انت بتقف مكانك. الحاجة الوحيدة اللي ترجعك لورا هي ان الزمن نفسه هيرجع بيك لورا، وهي انك هتفقد الذاكرة وهتبدأ من الاول تاني. لكن طول ما انت مكمل وطول ما انت عايش وطول ما انت بتقع، خسرت فلوس، خسرت ناس، خسرت اهل، خسرت حياة دراسية، whatever نوع الحاجة اللي انت خسرتها، طالما انت فشلت وقتها بس فانت مش فاشل وما رجعتش لورا، انت وقفت مكانك بس، وقفت اتعطلت شوية، اتعلمت درس جديد هيخليك تقدر تكمل وتقدر تاخد خطوة جديدة في حياتك من مكانك اللي انت وقفت فيه، او اللي انت خسرت فيه حاجة معينة. مفيش حد بيخسر، هي مجرد خطوات احنا بنخطيها، طبيعي ان احنا نقع وطبيعي ان احنا نكمل. والنهاردة جبت لكم خير مثال على الموضوع ده، وكنت حابة جدا وفرحانة جدا ان هي هتكون معايا. انا مستمتعة بالحلقة من قبل ما تبدأ اصلا. معانا كابتن شروق حاتم. ازيك يا كابتن؟ بجد فرصة سعيدة ان انا موجودة معاكي النهاردة، ومبسوطة جدا ان انا موجودة معاكي. يا رب اكون عند حسن ظنكم. ده نورك والله يسعدك. لا انت عند حسن ظنك كله من قبل ما تتكلمي، انت قدوة حسنة فعلا. وانا انا فخورة بيكي جدا ان بنوتة في سنك تعمل الحاجات دي، ده اللي احنا بنبقى عايزين نقوله دايما للناس. تسلميني بجد، ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليكي حبيبتي. طب احنا يا شروق حابين نتكلم اول حاجة عندنا خالص، عندنا دايما مشكلة بتواجهنا
كلنا، وممكن بتواجهنا كشباب في وقتنا الحالي. احنا اولا بنبدا متاخر حياتنا، يعني احنا ما بنقرر مثلا انا عشان انجح باخد وقت طويل قوي، اللي هو انا لسه شاب فبفرح بشبابي، وبعد كده ببدا بقى اخد خطوه النجاح وخطوه التعب والاجتهاد متاخر قوي. دي اول حاجه. تاني حاجه معانا ان دايما النيجاتيف انرجي حرفيا مسيطره على علينا، وبتوصلنا لاماكن وحشه جدا، وبتوصلنا لابعاد احنا بنكون في غنى عنها. احنا حابين النهارده نتكلم عن النيجاتيف انرجي وازاي نحولها لانبوزيتيف انرجي بشكل طبيعي جدا وبدون الاحتياج لموضوع كورسات التنميه البشريه والكلام اللي الناس بيتكلموا فيه كتير ده وما بيعملش اي حاجه. احنا عايزين حل فعال بقى. بصي يا استاذه، لا اول حاجه انت اتكلمتي فيها ان انت لا ما عادش في وقت، لا انا ما بداتش بدري، انا خلاص المفروض كنت ابدا من زمان. لا انت لسه قدامك الطريق بدري. مهما كان مثلا عدى وقت عليكي، لا ما تقوليش ان انا خلاص هقف على كده، لا هكمل. اول حاجه لازم احدد، اول حاجه اعملها الوقت. لازم نبدا من الوقت، ما ينفعش ناجل حاجه. دي الفكره اللي انا بتكلم فيها، فاهمه قصدي؟ ايوه، ما انا بتكلم بقول لك ما فيش حاجه اسمها الوقت عدى، لا انت لسه قدامك الوقت طويل. ابداي من دلوقتي، حطي اول حاجه، تحطي قدامك هدف، هدف هتسعي وراه، اللي انت تحققيه وراه الحلم اللي انت بتحلمي بيه. انا مثلا هدفي ان انا مثلا اكون دكتور، اسعى فين بقى اللي انا بعمله عشان ابقى دكتور؟ لازم اول حاجه انظم في وقتي، ان انا يكون عندي الهدف اللي انا حطيته عشان اسعى وراه ايه هو اللي انا اعمله. اول حاجه اكون قريبه من ربنا، قربي من ربنا، لما اجي ادعي او اصلي وادعي ربنا، ربنا هيقف جنبي مني، هيسر لي طريقي. رقم اتنين ان انا اكون، هو المشكله بس في موضوع قربي من ربنا ده، ان احنا اغلب الناس بيعمل ازاي؟ يقول هبدا من بكره ما بيبداش، او عارفه المسكن بمعنى اصح، اللي هو ايه، انا بصلي دلوقتي ومستني ان ربنا محتاجه حاجه هيصلح لي ده دلوقتي. انا لو بصلي باستمرار اوريدي ان حاجتي هتتعالج وكل حاجه، لان انا مش باجي ربنا وقت احتياجي بس، رغم ان هو هيلبي لي طلبي وقت احتياجي، بس احنا مش مسستمين نفسنا على ان ده المفروض احنا طول الوقت محتاجين لربنا. ما هو المفروض ان احنا قربنا من ربنا هيساعدنا في حاجات كتير، ان هو ينور لنا طريقنا، ييسر لنا امورنا. ده اول حاجه. رقم اتنين ان احنا المفروض نعمل ننظم وقتنا، بدل ما الوقت بيضيع المفروض تنظم وقتك، وقت للدراسه، وقت لمذاكرتك، عندك مثلا محاضرات بتحضري لها، الكلام ده المفروض يبقى تنظيم الوقت. تحط قدامك هدف هسعى وراه، همشي وراه ان انا احققه. فعلا انا كنت اتكلمت في الحته دي، بقول احنا كلنا عندنا نفس الوقت ال 24 ساعه، مفيش حد عنده وقت زياده، بس في حد بيعرف يستثمر وقته وفي حد تاني لا. انا بفرح جدا لما انت بتقولي لي مثلا انا ببعد عن كذا او بعمل كذا علشان بيعطلني السوشيال ميديا، دي اكتر حاجه بتعطل الشباب كلها. انت لما بتقولي لي الكلمه دي دايما في اي حاجه باجي اعملها بكتئب. بسم الله ما شاء الله، يعني قليل جدا لما بيكون انت ممكن تشغلي وقتك بحاجه مفيده. ان انا ممكن امارس رياضه، انا مثلا عندي غيه مثلا او عندي هوايه ان انا بمارس مثلا جمباز او بمارس الفيتنس، لا دي حاجه مفيده هبني بيها جسمي، تبقى صحتي سليمه، ما بقاش مثلا ما فيش صحه، ان انا صحتي جيده، ان انا اشغل وقتي بحاجه مفيده، ان انا صح. اقرا كتب كتير عشان يبقى عندي معلومات كتير، يبقى عندي ثقافه. احنا في حد، في صاحب مؤلف كتاب اصلا قالها، قال انك انت كل يوم لو قضيت في اليوم الواحد نص ساعه في اليوم بس مش اكتر من كده بتقرا في كتاب، هتتفاجئ انك خلال سنه خلصت 55 كتاب. انا بصراحه الكلمه عجبتني، وانا بعمل كده وبحب القراءه، بس انا ممكن اقعد مثلا بالثلاث اربع ساعات متواصلين بقرا، وممكن ارجع للي قراته مره واثنين وثلاثه، فبخلص برضو بس ما بوصلش لليفل 55 ده خالص. حاولي ان انت تعملي حاجه انت بتقراي يبقى في ريست في النص، ان انت تقومي عشان مثلا طبعا انت قاعده على الحاجه، قاعده على الكتاب، قاعده بتخلصي شغلك، بتخلصي اللي وراكي، طبعا هتبقي ظهرك تعبك، حاسه ان انت تعبانه من كتر القعده، عقلك اصلا بتقومي مش قاله، مستحيل عقلك يستوعب. فعلا هتبقي مشتته اصلا. لازم تقومي تدي لنفسك راحه، تقومي تعملي رياضه، تتحركي، ان انت تقومي مثلا تشربي حاجه، انك ترجعي تاني تكملي، تبقي قادره تستوعبي اللي انت بتعمليه. اصلا يا شو، ان اغلبنا احنا ما بنيجي ناخد ريست بناخده على الموبايل، الريست بتاع الخمس دقائق ده بيتحول لساعه، ساعتين، ثلاث سنين ضوئيه، وممكن يعدي علينا كورونا واحنا قاعدين على الفون. بس انت حاولي ما تاجليش العمل بتاعك، سيبي الموبايل، خلصي عملك الاول، خلصي الحاجه المفيده بتاعتك، خلصي اللي وراكي، وبعد كده اقعدي زي ما انت عايزه على الموبايل. يعني انا كان في فاكره المثل اللي قلته لك، انا مش هقوله تاني لان بجد بتاع الضفدع، انا مش هقول كل الضفدع يا جماعه، بس اقول حاجه، ان انت لما يكون عندك مثلا اللي هو انا عندي حاجه مهمه عايز اخلصها، يبقى انا اخلصها في وقت بدري من النهار، اول ما اصحى اخلص الحاجه دي. طب لو انا عندي حاجتين يبقى هبدا بالحاجه الكبيره الاول. بالظبط زي برده نظريه الفيل، لو عايز تاكل فيل هتاكله ازاي؟ اطمع. ايوه بالظبط كده. المفروض ننظم وقتنا، النوم المفروض الانسان الطبيعي ينام 8 ساعات عشان يقدر يقوم يبقى فايق، ما يبقاش حاسس زي ان هو نعسان او دايخ، ما ينامش وقت كتير، لان النوم الكتير اصلا بيخلي فيه خمول في الجسم. فعلا.
فحاولي ان انت تبداي من دلوقتي. لو لا ما تقوليش انا الوقت عدى، لا لسه قدامك انتي وقت، بتعملي ده بقى؟ حطي هدف. بصي هقول لك حاجه، هو انا اولا انا كنت خارجه من الثانويه العامه، كنت انسان محبط، واحده محبطه جدا، كان عندي سلبيات كتير، حاولتها الاجابات عن طريق ان انا لما دخلت الكليه قدرت انتي ان كنتي، انا، انا سمعت انك كنتي اصلا متفوقه جدا، يعني اتقالي انك كنتي متفوقه وكنتي هو انا فعلا ايام الثانويه العامه كنت بذاكر، كنت بعمل اللي عليا، كنت مقسمه وقتي، اهم حاجه تنظيم الوقت، ما كنتش بقعد على الموبايل خالص، السوشيال ميديا دي كانت قافلاها خالص عشان خاطر الوقت بتاعي، بدل ما اضيعه في السوشيال ميديا، لا انا كنت في حاجه مفيده استفاد بيها، كنت بذاكر، بقسم وقتي، اخلص دروسي اي انام ساعتين او 3 ساعات ان انا جسمي يستفاد عشان اقدر ان انا افوق، ان انا اقدر اذاكر، كنت بقوم اذاكر اخلص دروسي لحد ما السنه عدت الحمد لله. يعني هو الثانويه العامه مش نهايه المطاف. الحياه ولا نهايه المطاف، بس الحمد لله دخلت تربية رياضية، قدرت أثبت نفسي فيها من أول ايوه سنة. بقى، يعني شروق جابت برضو مجموع أنا حلو. كان قدامي ليه كليات تربية كتير، رياضية؟ بس أنا ليه تربية رياضية؟ بصي هقول لك حاجة، أولا الرياضة أساس كل حاجة، وفي المجال وبالذات في الفترة اللي احنا فيها لازم أهم حاجة تقوي المناعة بتاعتك، طول ما الإنسان الصحي بيبقى دايما ما بيعجز، ما بيبقى فيه تجاعيد في الوش، بشرتك، شعرك، كل الكلام ده عن طريق الرياضة، بتمارسي الرياضة بيبقى جسمك صحي، بس اصلا ان عندك باور عندك طول الوقت بيبقى ونشيط. عندك باور بتطلعيه في حاجه مفيده، ان انت تمارسي حاجه مفيده بدل ما تضيعي الوقت في حاجه مش مفيده. انا ما كنت بتعصب جامد، كان اول حاجه بلجأ ليها ان انا اروح الجيم، هو كان جنب البيت فما شاء الله على طول على الجيم، بصي هو وكنت عامه فعلا الرياضه بطلع بتنشط الطاقه الدوره فيه. الدمويه، بتظبط النفس، لها فوائد كتير. ايوه، لا هي الرياضه انا اتمنى فعلا ان الناس كلها تاخد الخطوه دي، انا مأجلها بقالي كتير بس عايزه ارجع تاني والله، نفسي. بس عارفه بتاعت هبدأ من لا ما بكره دي، عارفه زي الاكشن مثلا ده؟ انا هعمل دايت من بكره ايوه وفي هو الاخر ده. ما بعمل، لا ده بعد بكره، لا انا هاجله الاسبوع الجاي، لا انت خدي الخطوه، طالما حطيتي قدامك هدف لا اسعي ورا الهدف عارفه اللي انت، المشكله في ايه؟ اهم حاجه العزيمه والاراده. طيب احنا معانا مداخله تليفونيه من حبيبه. الو، الو، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، حضرتك انا متابعه البرنامج من زمان، شرف ليا. وكنت حابه يعني اسال الكابتن سؤال مع حضرتك، يعني سؤال في الرياضه وكده. اتفضلي كابتن معاكي. هو انا كنت عايز اسالها، يعني انا مثلا بحب انزل جيم او كده، فالكابتن بيقول لي ان انا اتمرن حديد، فانا كنت بخاف ان انا اتمرن حديد يعني يطلع لي عضلات شبه الشباب وكده، فكنت عايزه اسالها هل ده صح يعني؟ دي مشكلة كانت بتواجهنا كلنا. طيب بص، خلاص الكابتن في اي سؤال تاني؟ لا خلاص. طيب الكابتن هترد عليكي، اتفضلي بصي بقى. اولا بالنسبة للبنات مهما تشيلي احمال عمرك ما هتبقي زي الشباب، ليه؟ لان انت هرموناتك غير هرمونات الذكورة، انت عندك الهرمون المسؤول اصلا عن بناء العضلات اللي هو الهرمون التستوستيرون، البنات اللي بتبقى عامله بادي بيلدينج اللي هم بيبقوا واخدين عضل اصلا حاجات بيحقنوا لكده. هرمون التستوستيرون اصلا، بياخدوا ايوه مكملات كتير، تمام؟ بغض النظر عن الحاجات دي، انت واحده نازله هتشيلي احمال، اولا الاحمال بتخلي تعمل فورمه، بتعمل نحت، انا ممكن اخس بس بعد كده هرجع ان انا اعمل فورمه بدل ما جسمي يبقى فيه ترهلات، لا طب ما انا اعمل الاثنين في واحد، ان انا ابدا اخس عن طريق الاحمال. المشكلة ان الناس مش في ناس بتبقى فاهمة. بتخاف، يعني ايوه تقولك طب انا لما انا اشيل كنت كده احمال، الاول، كنت بقى طب انا هشيل وزن، ما انا اكيد هيطلع لي عضلات. كنت انا كنت قعدت قبل ما فترة ابدا، كتير قبل كده. ما اخد الدورات اللي انا خدتها وكورسات وقبل ما ادخل تربيه رياضيه كنت مفكره ازاي يا جماعه انا بنت لما اشيل الوزن كده هيطلع لي عضلات وابقى شبه الشباب وما يعني فيش قروصه في والقروصه ناس خلاص. كده، كان في بنات كده يا شروق، لا فاهمة هو اللي هو. عامه انا مجربه مع ناس كتير وكانوا خايفين جدا قبل ما يبداوا موضوع الاحمال، ولما بداوا غيروا فكرتهم تماما، يقول لك احنا يا ريتنا بدانا من زمان كده، اللي هو غيروا الفكره عن الاحمال، انت بتعملي احمال بتعملي فورمه لجسمك، ان انت تبقى شكل جسمك حلو ما فيش ترهلات، لا بتبقى جسمك مشدود، بتعملي نحت لجسمك. طيب يا شو، احنا معانا مداخلة تليفونية مهمة جدا جدا. ماشي. الو، الو، ايوه حبيبة عرفتي مين؟ قلبي منورة الدنيا كلها يا نورو حبيبتي والله. الله، انت اللي منورة المكان، من غيرك اصلا يعني انا مش عارفة لحد كان دلوقتي اصلا. انت مش عارفة مين معاكي ولا لا ايه؟ انا عارفة مين معايا. انا حبيت اعملها لك مفاجأة حبيبة قلبي، احلى مفاجأة وربنا بصراحة، يوفقك، منوريني الدنيا والله. ده نورك، ده نورك والله. وطبعا كل القناة والمشاهدين والناس كلها وحشاني، وبدلكم من هنا ربنا يوفقكم يا رب. وبصراحة شروق منورة الدنيا برضو، بنت بابكيم، ده نورك استاذة الكابتن اسماء، جميلة، وانتوا منورين الدنيا، وكنت اتمنى اكون معاكم النهاردة، وبتمنى كل المشاهدين اللي سامعيني دلوقتي دول
ربنا وفاكرة يخليك أوي يا رب. أسرة القناة الجميلة ومحمد المخرج وأستاذ ناصر والناس الطيبة كلها، أستاذ عمرو أستاذ جمال وأستاذ عبد الحميد، وبشكرهم كلهم بجد على وقفتهم جنبنا، وقفتهم جنبك النهاردة. وأتمنى يعني ربنا يوفقك انت منورة الدنيا يا حبيبة قلب ماما، وأنا الله سعيدة يخليك وفخورة ليا، بيكي قوي، وحاسة إن أنا يعني حلمي هو بيكبر بيكي. ربنا يخليك ربنا ليا يوفقك، يا ربنا رب. يوفقك يا حبيبة قلبي، وأتمنى الناس كلها تدعي لي إن أنا أطلع من الأزمة دي على خير. ربنا وربنا يطلعك يوفقك يا حبيبة قلبي، خدي بالك من نفسك. مع السلامة. بجد احلى مداخله، وربنا يشفيها يا رب. وكان يا نفسي رب. تكون معانا النهارده، كانت فرحتنا انا هتكمل. اكتر، انا اكتر يعني، يا ربنا يقومها بألف يا سلامة يا رب. رب. ارجعي بقى لكلامك. فانا بتكلم في حكايه ان انت بدل ما تاخدي الخطوه على مرحلتين، خديها على مرحله واحده. انك الاحمال عمرها ما هتضرك في حاجه، بس اهم حاجه تستعملي الاحمال صح، يكون معاكي كابتن فاهم في الاحمال، لان ممكن اشيلك وزن اعمل لك اصابه. انت اول حاجه بتبداي بالبنج فاضي، بعد كده بتزودي 2.5، بعد كده بتزودي 5، كل مدى ما بتزيدي في الحمل. الفكرة أنا أول ما بدأت فعلا تمرينات بدأت غلط، يعني فاهمة، أنا أول اهم ما حاجه شلت الكوتشي اللي 8 كيلو، معاكي ده اكبر فاللي غلط. هو أنا المفروض انت كنت اول اسبوع ما بتشيليش اوزان اصلا، لا أنا بدأت على طول 8 كيلو. إيه يا جماعة في انت إيه كده ده؟ هيحصلك اصابه اصلا، مش أنا غير هتكملي. مؤهلة. أيوة تعبت جامد فيها فعلا في الأول، تقدريك اسبوع شهر كده تعبانه مش قادره شهر انك إيه؟ تتحركي. لا كتير، قعدت ترم ما شاء قاعدة. الله. طيب احنا عايزين بقى نتكلم عن الشباب في الوقت الحالي، في مصيبة كبيرة قوي بتواجه شبابنا كلها يعني، وهي منقسمة لقسمين. في شاب ما شاء الله يعني بيبقى ناوي النية لله من وهو طفل، انا مقرر هطلع مدمن. والله فعلا انا بلاقيه من وهو صغير شايف الموضوع مبهر، واصحابه وحشين، بيعاكس بنات، بيشرب سجاير من وهو صغير، يعني بيلم السجاير من على الارض، فبيبقى الموضوع سيء جدا. وفي نوع يعني بيروح له بعد وقت، او بعد مثلا لما بيواجه ازمه نفسيه يعني بتحصل له، بيحصل له فشل في حاجه، فشل في دراسه، او كان عنده حلم وما متحققش. عرفش يحققه، فبيتجه برضو للمخدرات. في الحالتين بتبقى كارثه. فاحنا عايزين مثلا، في ناس بتدخل بقى هنا، في ناس ما بتبقاش عارفه تطلع منها اصلا خلاص، وفي ناس بتدخل وبتيجي تطلع بترجع تاني، وبتبقى كارثتين تانيين يعني. احنا بصي بنرجع يعني لكارثتين اهم تانيين. حاجه ان يكون الشخص من جواه انه عايز يتغير، اصل انت مهما تعملي مش هيتغير غير لما يكون من جواه عنده النيه ان هو هيتغير. ازاي؟ انا باصص، انا قاعد في وسط مجتمع، المجتمع او الناس اللي حواليا، باصص ده ناجح، حد ناجح في حياته، حد مميز، حد ناجح في شغله، بيتقدم في المجتمع، ليه ما ابقاش زيه؟ ليه ابقى حد اي حد محبط قاعد طول النهار ما بعملش غير ان انا بشرب او ان انا نايم؟ والسبب الرئيسي في ده صحاب السوق. فعلا الصديق المفروض قبل الطريق، دي هو حقيقة فعلا. المثل حقيقي 100%، او الصديق الصديق الكويس قد الضيق زي ما المخرج بيقول. هو الصديق الكويس هيقدمك لقدام، هيرفع فعلا. من شأنك، ايوه، هيخليكي دايما ماشية في الطريق الصح. او على الاقل يكون عنده، مش شرط يكون عنده حلم، بس على الاقل يكون اللي هو ما يحبطكش انت عن حلمك. يعني في ناس عارفة اللي هو لما بتشوفك بتاخدي خطوة كويسة بيتريقوا عليكي، انت فاكر نفسك مين؟ طب انت هقول لك حاجه، فاهمه؟ انا اول ما دخلت تربيه رياضيه كل واحد يقول لي انت داخله تربيه رياضيه اخرك هتبقي مدرسه العاب. لا يا جماعه انتوا مش فاهمين تربيه رياضيه صح، لا انا واحده بدرس طب بشري، مواد طب بشري عندي، اناتومي فسيولوجي عندي، تشريح عندي، بدرس تغذيه عندي، تدليك، بدرس مواد الطب دي المواد العلميه اصلا غير المواد اللي انا بدرسها في العملي، عندي بدرس جميع الالعاب على مستوى العالم، عندي سباحه، عندي كاراتيه، تايكوندو، عندي بيطلع تنس. عنكم. بصراحه انا انتوا تصعبوا عليا قوي، اللي هو انا ببقى شايفاكم ايه ده، في ايه هم بيعملوا فيهم كده بس ليه، هو الواحد لو بيعذبوكم؟ فهم فعلا تربيه رياضيه صح هيعرف ان مجالاتها كتير جدا، مش مقتصره بحكايه ان انا هبقى مدرس، لا انا مش هبقى مدرس، انا قدامي ان انا ممكن ابقى مدربه، ممكن ادرب في الجيم، ممكن ابقى مدربه سباحه، جمباز، ممكن غير ده كله بغض النظر ان انا ممكن احضر دكتوراه او ماجستير في علوم الصحه، في التغذيه، في التدليك، ابقى دكتوره اخصائي، اخصائي علاج طبيعي في السمنه. الفكره يا شروق ان اغلبنا عارفه مقتصر على ايه؟ طب وهندسه، كليات القمه، مش شايفين مثلا ان انا ممكن ابقى حد مبدع جدا وعندي كارير جدا في حاجه تانية خالص غير اللي الناس ماشيه فيها. اصل لو كل الناس دكاتره وكل الناس مهندسين مش حلو. الكوكب هيقف، فاهمه؟ انما التنوع ده، انا اقدر ابقى مبدع في مجال غيري شايفه ان هو عادي، هو مش عادي، هو ممكن انا اكون احسن منك في مجالي ويكون ليا اسم، وانت يعني ممكن تبقى دكتور او مهندس وما يكونش ليك الاسم، او ما تكونش حققت اللي انا حققته. بس هي لا، اكبر غلط ان انا اخش مكان انا ما كنتش
عايزاه. يعني مثلا انا الخير طبعا ربنا بيجيبه لنا، احنا اللي بنجيب الشر لنفسنا. انا كان حلمي ان انا اخش طب، ما دخلتش طب، دخلت تربيه رياضيه. طب ما انا ابدع في المكان اللي انا فيه، ان انا بدل ما اقف لا انا اخش اي حد عادي كده ان انا انجح وخلاص واعدي الاربع سنين. دخلت مجال مش مجالي بس حبيته بعدها، يعني انا كان نفسي ادخل فنون جميله فاهمه، بس حبيته. حبيته ليه؟ لان انا اكتشفت موهبه جديده عندي، والله اكتشفت فعلا حاجه جديده عندي هي ما كانتش موجوده. هي دي الفكره برضو، انك جرب، خد خطوه جديده، جرب حاجه بره الصندوق. مش لازم تكون دايما جوه الصندوق زي الناس، لا محور حياتك على حاجات كتير وافكار كتير. ما انت ممكن تبقى دكتور في الجامعه يعني. أيوة. انت مش شرط انك تبقى طب بشري او دكتور علاج طبيعي عشان ابقى حد واو ان انا دخلت كليه القمه. لا، ما انا ممكن ابقى دكتور في الجامعه، ممكن احضر دكتوراه وماجستير وابقى دكتور. شرط دكتوراه يعني، انت ممكن تفكر فكره جديده. ليه ما افكرش فكره جديده؟ انا ابدا يعني في مجالي. شروق عندها جيم تمام. في بنت في سنك عندها اصلا يعني عندها الكارير بتاعها او عندها حاجه خاصه بيها؟ ما فيش، قليل نادرا لو لقيتي حد فعلا فاهمه. وفي سنك يعني انا وانا قدك، يعني انت اصغر مني بسنتين تقريبا، فاللي هو انا وانا في سنك كنت اللي هو انا كبيري هتجوز وخلف. كل البنات فكرت، حتى اولياء الامور مثلا يقول لك ايه انت اخرك ايه، هتبقي هتقعدي في المطبخ، هتبقي في البيت، هتتجوزي تقعدي في البيت. صح. طب احنا هنطلع فاصل صغنن كده ونرجع تاني، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم مع كابتن شروق حاتم اللي منورانا النهارده. والله انا فرحانه جدا بكلامك، جدا ان انا معاكي بصراحه، وكان ناقصنا اسماء. الفرحه تكمل حلقه ثانيه، هنجيبك تاني. بصي يا شروق بقى، احنا حابين نرجع للحته بتاعه انك ازاي انت ممكن تعمل كارير، انك ما ينفعش توقف حلمك على حاجه معينه، وانك ممكن تعمل كارير وكارير مختلف من حاجه ما حدش عملها قبل كده، ومن مجال ما حدش كان يتخيل انك هتطلع منه حاجه. هقول لك حاجه، كلنا عامه بنخش الكليه، انا بنات معايا يقول لك احنا لسه قدامنا 4 سنين، انا هعمل من دلوقتي لسه قدامي الوقت طويل. لا، انا بدات من اول سنه، بدات اخد دورات كورسات بنمي نفسي. انا لسه ما اتخرجتش، بس من سنه اولى الحمد لله قدرت اعمل سي في كويس. صح جدا على فكره، قدرت ان انا اخد الخطوه بدري. دلوقتي كله بيقول لي يا بختك يا بختك ان انت خدت الخطوه بدري. اقول لك حاجه، انا ليه استنى؟ فعلا انا لما جيت اجل الروايه بتاعتي سنه، بقول لحد ما ابقى قادره وكده، انا اكتشفت ان عدى من عمري وقت كبير قوي، وانا لسه برضو ايه محلك سر في نفس النقطه. ففعلا ما ينفعش يا جماعه انكم تقولوا هعمل بكره او بكره ايوه، ده هو فعلا حكمه ليها معناها وليها مقصدها، وفعلا هي صح جدا. فانا اتمنى فعلا ان احنا ناخد خطوه كويسه، وناخد خطوه من دلوقت، ما نستناش لبكره، ما نستناش الوقت يعدي بينا. اللي عدى خلاص عدى، بس انت ما كبرتش، انت ما فيش اي حاجه اتغيرت. انت تقدر تعمل كل حاجه، تقدر تغير من نفسك من دلوقت. وما تقولش الناس عارفاني، انا بند ان هي كده كده الناس عارفاني، او كده كده هو ده انا. الكلمه دي وحشه جدا. بس مهما درست ومهما خدت كورسات، برضو انا لسه ما وصلتش لليفل معين، برضو مهما كان هتعلم برضو. انا بتكلم كمان في ايه كتير. الشخصيه نفسها فاهمه. ان انا في شخصيتي، انا واحده من الناس كانت شخصيتي ضعيفه جدا، وكنت خوافه قوي وواخده جنب غير عادي، اللي هو الناس كانت بتشتكي مني حرفيا. بس انا دلوقتي انا بشتغل بغير ده. انا كنت الاول بقعد اقول ما هي الناس كده كده عارفه ان دي قلق، وعارفه ان قلق كده فاهمه. بس انا دلوقتي ليه ما ينفعش يبقى في حاجه غلط واقول الناس عارفاني؟ ما ينفعش اغير، ما غيرش طريقه كلامي. انت ما تعلقيش على يعني تعلقي المشكله اللي انت فيها على الشماعه، تقولي لا. صح. لا، طب ما الناس هي اللي كده، الناس اللي حواليا اللي غلطانه مش انا اللي غلطان. طيب احنا معانا مداخله كمان من يارا. الو الو. ايوه. ازيك يا علاء؟ ازيك حبيبتي، نورتي. تسلمي يا حبيبتي. كنت عايزه اسال كابتن شروق على كذا سؤال كده. اتفضلي كابتن معاكي. يا كابتن، اول سؤال كنت عايزه اعرف ازاي احد من الاصابات اثناء التمرين. تاني سؤال، ايه اسباب التشنجات العضليه وازاي اعالجها؟ تمام. حاجه تانيه؟ لا شكرا حبيبتي. ماشي، شكرا ليكي. السؤال الاولاني عشان احد من الاصابات اثناء التمرين. اول حاجه الاحماء، لازم اعمل احماء جيد جدا، اللي هو يبقى نسبه الاحماء بتاعي بنسبه 80%. ان انا لما اجي اقيس النبض او النبض بتاعي او من ايدي، ان انا الاقي نسبه الضربات قلبي سريعه، يبقى انا كده عملت احماء صح. تمام. لما اجي اعمل تمرين لازم التكنيك بتاعي يبقى صح، ابقى عارفه التكنيك بتاعي جاي، مسار الحركه بتاعي جاي ازاي. تمام.
سواء حصل اي اصابه او ان انا حصل لي اصابه، اول حاجه بعملها زي ما هي قالت الاسباب التشنج العضلي بيجي ازاي. اول حاجه ما بكونش عامله احماء كويس، ببدا على طول من غير ان انا اعمل احماء، وان انا بقالي فتره مبطله رياضه. طب ايه هو اصلا يعني ايه الاحماء اللي ممكن اعمله؟ جامب في المكان، ركض، مرش. اول حاجه بيسخنوا في الملاعب، زي اللي بيسخنوا في الملاعب. هو اهم حاجه الجري، انت ممكن تجري على السير على المشايه 10 دقايق بس. ده ما بيرهقنيش مثلا قبل ما اخد اي قبل ابدا جيم او حاجه. تهيئه للعضله بتاعتك، بتهيئيها على اللي داخل بعد كده عشان ما يحصلش تصادم. انت لو ما عملتيش احماء وبداتي تمرين على طول هيحصل لك وش اصابات. انا كنت بقعد اقول الاول ايام اول ما بدات اتفرج على الكوره وكده، اللي هو طب هما بيسخنوا هما بيرهقوا نفسهم ليه؟ بعد كده بقى بدات افهم يعني اللي هو انت ممكن تسخني بالجامب، ممكن تسخني جري، ممكن تسخني نص ساعه تعملي كارديو اكتر، اللي هو الكارديو التمارين الهوائيه. دي اكتر حاجه بتعلي اصلا الحرق عندك. فلازم اهم حاجه الاحماء الصح عشان تحدي من الاصابات. كويس، انا نسيت السؤال الثاني. اسباب التشنج العضلي احنا قلنا بسبب ان انا ما عملتش احماء كويس، ان انا بقالي فتره مبطله. ده حصل لي في الجيم قبل كده، مش ليا بقى، لبنت خالتي وقعدت ولمت علينا جيم، بس ما كانش في حد ان هو يعالج ده. لا هو انت دي مشكله بقى. الكابتن اللي موجوده اول حاجه تعملها ان هي توقفها من التمرين. ما ينفعش ان انا يجيلي شد عضل او تشنج عضلي اثناء التمرين واكمل. لا هي ما توسطش، هي اصلا مش عايزه احكي لي. هو المفروض ان انا بتعامل معاها اول حاجه بعمل اطاله. اطاله دي اللي هي الاسترتش للعضله. ان انا مثلا افرد رجلي، افرد يعني برخي رجلي خالص واشدها. في استرتشات كتير يعني، طبعا مش هنعرف نعمل عمليه عشان مش هي بتبقى حاجات معينه يعني ليها شكل معين، يعني مثلا التدليك تكنيك معين. التدليك بتعملي بمسار معين عكس بعض. تمام، ولازم تحطي مرهم او زيت بورفين او الجازون عشان يساعدك على الحركه بتاعتك. أيوة. يسهلك الحركه عامه. وبيبقى في ميه دافيه تقريبا او حاجه. ميه دافيه بتجيبي فوطه دافيه وتحطيها عشان بتنشط، بتحسن الدوره الدمويه. عشان بعمل حاجات دي شرب الميه كتير. اخويا بيجي الجيم وانا اشتغل. بس حلو جدا، المفروض الموضوع الناس تكون عندها اصلا. انا كشخص لازم يكون عندي الخبره دي او انا عارف الحاجه دي، علشان لو لا قدر الله انا بلعب في الجيم او بلعب في حاجه ما عنديش حد مؤهل ان هو يعمل ده، فانا اعرف الحق نفسي او ابقى عارف فين المشكله او كده. لان انا لو ما عالجتش المشكله في البدايه هتبقى حاجه ثانيه، يعني مثلا بدل ما تبقى شد عضل ممكن تبقى مزق. فلما اعالج الاصابه، بس المهم اللي يعالج الاصابه يعالجها لي صح. صح فعلا، ما هي بقى محتاجه حد يكون فعلا ان كل مكان فيه رياضه، خصوصا الجيم، لان اغلب الجيم ما بيعتمدوش خالص ان هم يشوفوا اللي هي المعالجات وشد العضل والحاجات دي. في اغلبهم يعني ما بيشتغلوش في الجيمات، مش كباتن تربيه رياضيه اللي بيشتغلوا فيها. هي دي بقى المشكله. هو المفروض يبقى في كابتن تربيه رياضيه، حد متخصص، عشان لو حد حصل له شد عضل، حد حصل له اصابه، يعرف يتعامل معاه. طيب احنا برضو بمناسبه الاكتئاب اللي اتكلمنا فيه، فحابين نروح له من ناحيه تانية بقى. اغلبنا سواء لو قعد في البيت، لو دخل في مشكله، اغلبنا دول اللي هو مش انا الحمد لله يعني فضل ونعمه من عند ربنا، بس فعلا الاغلب كده اللي هو لما بيتضايقوا او بيوصلوا لحاله اكتئاب بيوصلوا الليفل اللي هو ايه، ما بيبطلوش اكل حرفيا، ما بيبطلوش. انا ببقى خايفه في ايه؟ دخلتي على الاوبوزيتي بقى. الاوبوزيتي. وكمان ايه يعني المشكله؟ انك انت عندك اكتئاب فكلتي فوزنك زاد، فجالك اكتئاب علشان وزنك زاد. هو ده سبب من اسباب السمنه اصلا. ما هو دي بقى مشكله، وعشان ما بتعرفيش تطلعي منها خلاص، ونفسيتك بتتعب فبتاكلي تاني، فبتفضلي على هذا الوضع بقى وارنب. بصي، هو عامه السمنه دي عباره عن ايه؟ بيبقى زياده دهون في الجسم. تبقى متوزعه في جسمك كله، سواء في الارداف سواء في البطن. بالنسبه للسيدات عامه يعني بيبقى اكتر اماكن بتبقى عندها العقد البطن والارداف. بطن والارداف، ودي اكتر مكان بينزل بصعوبه. ايوه، دي بيقول لك الدهون العنيده. تمام. فانت بتعملي اول حاجه بتنظمي الغذاء بتاعك. عشان اعرف اصلا ان انا عندي سمنه اصلا، انا عندي حاجه اسمها في معادله بحسبها الاول، اللي هو مؤشر كتله الجسم، اللي هو في المعادله دي اللي هو كتله الجسم بتساوي وزن الجسم. عشان اعرف الوزن المثالي ليا او انا المفروض يبقى وزني كام، عشان اعرف انا اشخص الشخص اللي قدامي اذا كان نوع السمنه بتاعته ايه. هي السمنه انواع؟ عندك انواع، عندك سمنه اللي هو الوزن الطبيعي عامه، عندك نحافه، عندك سمنه من الدرجه الاولى وسمنه من الدرجه الثانيه، وعندك سمنه مفرطه. طب تحسبيها ازاي بقى؟ هنحسب عليك انت يا آلاء. ما شاء الله. طولك يا سيدي ما اخترتي. طولك؟ انا طولي 160. 160. وزنك كان 55 تقريبا. اخر مره كان 55. بصي، انت بتحسبي وزن الجسم بوحده الكيلو جرام على
مربع الطول بوحده المتر، تمام؟ الوزن بتاعك انت قلتي 55، هتحسبي 55 على، هتفتحي قوس الطول بتاعك 1 علامه 60 في 1 علامه 60، هتقفلي القوس عامه هيبقى تقريبا كده 21. يعني انت وزنك كده طبيعي. أيوه. بصي هو في نورمال معين، ايوه، اللي هو يعرفك ازاي انت عندك نحافه، عندك سمنه مفرطه، عندك مشكله في ايه، ان انت ممكن يبقى في سمنه اللي هو انت مش تخينه قوي او كده، بس جسمك مظبوط. جسمك لو مش مظبوط سواء سمنه او نحافه دي بتبقى الفجوه بقى، فاهمه؟ بصي لا اقول لك حاجه، هي المشكله في ايه، ان انت لما بتروحي تخسي انت ممكن تخسي بنظام غذائي وتخسي بادويه، بس جسمك متراهي. انا ممكن واو انا نزلت 10 كيلو في الاسبوع، نزلت 10 كيلو في الشهر، بس انا حاسه ان انا جسمي شكله وحش، جسمي متراهي. ليه؟ لان اهم حاجه مع النظام الغذائي المفروض الرياضه، لان الرياضه بتشد الجسم، بتعمل نحت للجسم. طب احنا معانا مداخله تليفونيه من استاذه نهال. الو جيهان. الو استاذه جيهان من طنطا، اهلا بحضرتك. مساء الخير. احنا ازيك يا استاذه اداء؟ احنا بنشكر حضرتك، اهلا بحضرتك، على حسن اختيارك للبرنامج. الله يخليك. الموضوع فالرياضه مهمه جدا لجميع الاعمار، سواء الطفل او الكبير او الانسان الكبير. طبعا كنا عايزين نسال من حضرتك، اللي كانت شروق منور في الحلقه، وكنا عايزين حضرتك نسال سؤال. احنا استمتعنا كتير كابتن معاكي. كابتن شروق ماشي، يلا اتفضلي. اهلا بيك يا كابتن شروق. اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك منوره جدا في ده، نورك ربنا يخليكي يا رب ما تحرمش منك. استفدنا من كلامك كتير ونظر لموضوع الرياضه واهميته. كنا عايزين نطلب من حضرتك، وظاهره الادمان دلوقتي منتشره بين شبابنا وهم دول عماد الامه، فكنا عايزين سبحان الله. هل الرياضه ممكن تغير الانسان المدمن وتحوله الانسان سوي وبالرياضه ويخدم نفسه ويخدم المجتمع؟ عايزين حضرتك توضح لنا الدور ده، وشكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. نورتينا جدا. شكرا جدا للاتصال. هنرجع لمرجعنا تاني يا شروق. عارفه يا شروق المشكله في ايه؟ الاهل برضو بيكونوا داعم، انت لازم تبقى عينك في وسط راسك، يبقى في رقابه. انت تشوف ابنك او بنتك بتعمل ايه من وقت صغير، يعني المفروض نبدا من وقت صغير، يعني ما تسيبهوش في الاول ويضحك ويهزر ويبقوا فرحانين قوي ان ابنه بيمد ايده على حد او ابنه بيعمل حاجه مش كويسه، لان ده برضو بيكون لي مرجع بعد كده. المفروض الاهل يكونوا متابعين يشوف الابن ماشي مع مين، لان الصحاب برضو هنرجع تاني نقول الصاحب ساحب. الصاحب بالظبط، والصاحب هو اللي بيأثر عليه فعلا. لو الصاحب مش كويس مش دايما، يعني انا ابني ممكن يبقى زي الطين وما ببقاش شايف برضه، يعني فاهمه؟ في دايما الاهل بيبقوا شايفين ان ابنهم حاجه كويسه. ففي مدرسه كانت دايما بتقول لي انا بدور في شنطه ابني، بس ما بديلوش فيلينج ان انا مش واثقه فيك، انا ما بدورش قدامه، دايما بحاول اترقب من وقت لتاني. لو حسيت ان في حاجه او لقيت مثلا معاه سجاره، لقيت معاه حاجه صوره مش كويسه، اي حاجه وريفر نوع الحاجه اللي معاه، بتبدا هنا بقى انها تفكر قبل ما تاخد خطوه. طب انا هاخد خطوه ازاي؟ انا ما ينفعش اعنفه في الاول، او انا ما ينفعش اخد خطوه ان انا اكون عصبي معاه واتعامل باسلوب. اصل العصبيه معلش بتولد ايه؟ بتولد عين. نتيجه سلبيه. ايوه، انا ممكن قدامك اقنعك ان انا ما بغلطش، بس هغلط وهعمل اللي انا عايزه واللي في دماغي هيمشي، فدي مشكله تانية. في ابناء لما يجي الاهل ينصحهم ما يقبلوش منهم النصيحه ويعندوا معاهم. ايوه، هنا بقى ممكن الجا للعقاب. بصي في ناس بتيجي برضو معاهم العقاب نتيجه سلبيه. لا بس هقول لك حاجه، ممكن تحرميه من حاجه هو بيحبها. لا الحرمان لا، اصلك هتولدي واحد منافق. انا الحرمان ده انا عموما ما بعرفش اتعامل بمبدا الحرمان، ومع الاطفال خصوصا. ليه؟ انا لو حرمت حد من حاجه، فلو انا مثلا سي انا متخانقه مع شروق وحرمت شروق مثلا من حاجه معينه انا شروق متعوده مني، شروق لو كلمتني هتكلمني ليه؟ عشان الحاجه دي، مش عشان هي مقتنعه انها غلط. فهي دي مشكله تانية وازمه تانية معانا، ان احنا ما بنعرفش نحدد نوع العقاب اصلا. او لازم في الوقت ده نلجا الاول لاستشاري نفسي، ونلجا لكابتن جيم. ايوه لازم الاثنين يكونوا اكتف معانا طول الوقت علشان نلحق ولادنا، ولازم ناخد الموضوع بعين الجد. اللي هو في بعض الاهل بيبقوا خلاص الموضوع بقى عندهم طبيعي، ان ابني بيشرب، ان ابني بيعمل، والله العظيم بيبداوا يتعاملوا مع الامر طبيعي، مع ان انت ممكن تقف وتعمل ستوب وتوقف ابنك وتشوف فيه ايه وتشوف الازمه وتتعب على نفسك شويه بدل ما تدمر نفسك بعد كده. فهي دي مشكله معانا فعلا. فانت برضو قولي مثلا يعني ازاي ممكن نشغلهم، او ازاي ممكن نضيع جزء من وقتهم ان هو حاجه مفيده. ان هو مثلا يمارسوا رياضه،
انت لما تيجي تعالجي واحد مدمن عشان ما يحصلوش انتكاسه المفروض تشغلي وقته. ايوه المفروض ما يبقاش لوحده خالص عشان ما يحصلوش انتكاسه ويرجع لنقطه الصفر تاني. بالظبط. انكم تتابعوه، ما تحاولوش يقعد مع الناس اللي كان بيقعد معاهم قبل كده، يحاول ان هو يقعد في مجتمع او في البيئه اللي هو يغير البيئه اللي هو كان فيها. اهم حاجه البيئه اللي هو قاعد فيها، البيئه بتربي زيها عامل اساسي اصلا في التربيه. والجيم الجيمات عامه بيساعده في ان هو يخرج الطاقه اللي جواه في حاجه مفيده، بدل ما هو كان مثلا مكتئب عنده اكتئاب او عنده مثلا مشكله او عنده حاجه بيخرجها في الادمان او في الكحولات او في اي حاجه بيتعاطاها، لا هو ممكن يروح يخرج الحاجه دي في الجيم. صح. يطلع كل الطاقه اللي جواه في حاجه مفيده، حاجه أيوه. يستفيد منها وصحته هو كمان. فعلا بالظبط. وانا يعني انا من وجهه نظري ان ممكن الاهل يستغلوا ده في ان انا مثلا لو ابني كده يبقى انا هنزل انا وابني الجيم سوا. هو في الاول ابنه هيكون ابنه في الاول مش هيكون مستلطف في الوضع، ليه انا نازل انا وبابايا انت بتراقبني انت بتعمل، بس واحده واحده لو بقيت صاحبه يعني ابني مثلا ممكن ابقى معدي معاه وعاكس مثلا ايه رايك في كذا مش عارف ايه، هي بتبقى كلمه انت كده مش قدوه قوي، بس انت عرفت تكسر حاجز او تكسر حيز معين ممكن بعد كده تدخله من خلاله، اللي هو انا سايبك اضحك وهزر والعب وفلان واقعد مع اصحابه هزر معاهم واضحك معاهم. وممكن في الاول انا ابني بيشرب مخدرات وسجاير انا ممكن في الاول اتعامل معاه ببند السجاير ان ايه اعزم عليه لو انا بشرب معاه، والله بجد انا مش ببالغ فعلا. ممكن بعد كده واحده واحده هو ابني بدا يشوف الوضع عادي، عيب وازاي وازاي ابني يشرب قدام والده، لا ما تعملش الفارق الطبقي اللي هو انا والدك وانت ابني. عارفه لو اتعمل ده فعلا بيحصل بقى ايه اللي هو انت بتكلم باباك، فهيحصل هنا حاله من الايه، من انت هنا ما تطلبش ان انا ابقى صاحبك بقى انت بابايا، ما تقولش انت ازاي تعمل كذا قدام والدك وفي الاخر تستنى يا ابني صارحني يا ابني احكي لي، مش هتحصل. صح بالظبط. فاحنا في الاول يبدا كده معاه، بعد كده واحده واحده هيعالجها واحده واحده ويلجا لاستشاري نفسي وكده. هو اهم حاجه الاستشاري النفسي عامه، واهم حاجه ان هو يكون قريب من ربنا ويكون قريب من والده ووالدته، لان هم اكتر ناس هيقدروا يساعدوه. لازم الاب يكون قدوه، لازم هو اكيد. ايوه يعني انا ما بقاش ما بصليش واقول لابني انت صليت، هيقول لك اذا كان انت ما بتصليش او ما بقاش بشرب سجاير واقول لابني بطل. المفروض يبقى القدوه بتاعتي والدي او والدتي. انا برضو انا مقتنعه جدا بالكلام ده، انا حابه جدا الكلام معاكي وحابه انك تكلمينا بشكل سريع. لو هنتكلم مثلا عن كوفيد والازمه الازمه اللي حصلت معانا الفتره دي، احنا ايه اللي ممكن نعمله في الوقت ده برضو بحيث ان احنا ما نكونش قاعدين في البيت فيجي لنا اكتئاب، او بحيث ان احنا ما نضيعش وقت كتير فاهمه ونضيعه بنضيعه كله على السوشيال ميديا برضو. أكيد. دي مشكله. بصي اول حاجه المفروض ننظم الاكل بتاعنا، ناكل الحاجات الصحيه، نبعد عن الاكل اللي فيه دهون ومسبكات والحاجات دي كلها اصلا ضرر للجسم. أيوه. وبتبقى سبب لاسباب يعني بيبقى فيه امراض بعد كده. تمام. اول حاجه تنظمي الوقت بتاعك، ان انت تقومي لو هتقومي نص ساعه الصبح تعملي رياضه، لو جري ممكن تعملي ايروبكس تعملي كارديو. نرجع لحته اللي هي نظم نظم افكارك ورتب استراتيجياتك قبل ما تنام اصلا، يعني انا ابقى عارف اصحى اعمل الصبح ايه. هعمل ايه؟ ايوه بالظبط. هقوم الصبح عندي رياضه همارسها، هقوم اعمل مثلا لو نص ساعه كفايه، نص ساعه في اليوم انت بتنشطي الدوره الدمويه، ان انت ما تقعديش جسمك يزيد. حاولي ان انت قبل التمرين بساعتين ما تاكليش عشان تبقي خفيفه، ما تحسيش ان انت نعسانه، لان غلط اصلا انك تاكلي وتعملي تمرينات. ايوه بيتعب اصلا يعني بتحسي ان جسمك تقيل اصلا. فعلا. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، بعد ما بتخلصي التمرين بتاعك المفروض ان انت تاخدي شاور دافي. ايوه. تمام. ما تستعمليش اي صابون او اي مستحضرات. مش بارد؟ بارد. ما تستعمليش اي صابون او اي مستحضرات عشان خاطر بيبقى مسام الجسم بتاعك مفتوح. بيسد مسام الجسم. تمام. بعد كده مارسي حياتك الطبيعيه عادي. ممكن نلجأ لحل طبيعي يعني في الوقت ده برضه عشان بيبقى الجسم مجهد والنظافه الشخصيه يعني فاهمه اللي هو الجسم ما بيبقاش بيبقى بقى فاهمه مكان الاجهاد فبيبقى محتاج حاجه كويسه، فاحنا ممكن نلجأ لحل طبيعي وفي حلول طبيعيه كتير للموضوع ده احنا ممكن نلجأ ليها برضه في الوقت ده. بحيث ان هو بعد الشاور اصلا البارد تقريبا بيقفل مسام الجسم. ايوه. بعدها نلجأ للي احنا عايزينه. هو اهم حاجه انك تنظمي وقتك. وان انت ما تقضيش اللي هو تبقي مكتئبه تروحي تضيعي مثلا في حاجه الادمان او ان انت تضيعي وقتك في حاجه تانية، لا قومي مارسي رياضه، قومي اجري. الجري حلو جدا ومفيد، بيخرج اصلا من المود بتاعك. لو انت متوتره قلقانه عندك مثلا اكتئاب بيخرجك من المود اللي انت فيه، قومي مثلا شغلي ميوزك
ارقصي زومبا، امي مثلا اعملي ايروبكس. دي لوحدها اصلا حكايه بجد والله، هتخرجك من المود اللي انت فيه، بتطلع وبتنسيكي اصلا، يعني انت ما بتعرفيش تفكري في اي زعل وانت في الزومبا او في الشرقي او في اي حاجه، بتغيري المود درجه اصلا فعلا، ما بتحسيش بقى ما فيش اصلك خلاص، انت كل تفكيرك وعقلك وكله متمركز على الحركات اللي انت بتعمليها. تحاولي ان انت ما تبقيش كسرت الشكوى، يعني انت مش كل حاجه تقعدي تشتكي كتير، لا انا كذا، لا انا تعبانه، انا ده مش كويس. عارفه انا الناس دي. بصي، عشان تكوني حد ناجح، يعني طرق النجاح اول حاجه فيها تكوني قريبه من ربنا، انك تحطي هدف تسعي وراه، يكون عندك عزيمه واراده، يكون عندك ثقه في نفسك. طب احنا معانا مداخله كمان من دعاء. مساء الخير. مساء النور. سعيده جدا بالبرنامج، وكنت عايزه اكلم كابتن شروق. كابتن شروق معاكي، اتفضلي. كابتن شروق، سعيده جدا بالبرنامج، وانا بنتي التربيه الرياضيه وبتواجه احباطات كتير من حواليها، ان هي تربيه رياضيه وبتتعبي نفسك فيها ليه ومصاريفك كتير، وازاي في الاخر هتطلعي مدرسه العاب برضه. كنت عايزه تتكلمي عن مميزات الكليه وكده. تمام. هو انت فعليا شكرا جدا لحضرتك. انا انت اتكلمتي في ده من شويه، فعلا هي المشكله مشكله كبيره جدا. احنا اول ما بنخش، انت تربيه رياضيه، يعني ايه تربيه رياضيه؟ مدرسة انا اصحابي العاب. انا اصحابي والله سابوا الكليه عشان احنا بنتبهدل يا جماعه والله. احنا مش بناخد، بيطلع عينيكم فعلا اللي هو ده، يعني مش بنوصل للكلام ده بالسهل، لا ده احنا بنتمرمط بمعنى كلمه المرمطه يعني. لا هي كل الكليات بتشوفكم، يعني بتشوف ده عملي، يعني احنا بنشوف احنا بنبقى على الهوا. ايوه. بصي، اول حاجه ان هي ما تسمعش للسلبيات، تحاول تاخد بس ما يعني ما تعملش بالكلام اللي هم بيقولوه، تحاول انما تتكلم معاهم. يا جماعه انا في تربيه رياضيه، انت شفتي تربيه رياضيه، درستي المواد بتاعتنا؟ عرفتي احنا بندرس ايه اصلا؟ لا انت ما عرفتيش احنا بندرس ايه، احنا بندرس مواد علميه، مواد اللي هم بتوع الطب بيدرسوها. يعني بتدرسي انك بتعملي عملي، بتلعبي سبورتس، دي حاجه حلوه جدا. الحركه بتدرسي التشريح، بتدرسي الفسيولوجي. طيب احنا معانا مداخله كمان من فاطمه. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مزه عليك؟ اهلا بحضرتك. انت عارفه مين معاكي؟ استاذه فاطمه. طيب فاطمه مين؟ لا مش عارفه فاطمه مين. طيب انا بنت خالتك. ايه ده؟ عامله ايه يا حبيب قلبي؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله، انا فخوره بيكي جدا. والله انا اللي فرحانه جدا بالمكالمه دي والله، يعني النهارده بجد احلى حلقه انا قدمتها لحد. انا كلمتك قبل ما تدخلي وحبيت ان انا اشاركك في اللحظه ديت، واحيي كابتن شروق معاكي، انتوا منورين جدا يا حياتي، ودايما في نجاح يا رب، واشوفك في احسن حال. ربنا يخليكي لي يا رب، عمري في حال والله. حبيبه قلبي، خليكي نفسك بجد. انا فرحانه قوي، شكرا لك يا بطتي، بجد انا فرحانه قوي بجد. هو اليوم حلو جدا، وفرحتنا برضو ما كانتش هتكمل من غير صوتي حقيقي. ربنا يشفيها يا رب. انا فرحانه بيكي جدا يا شروق، وفرحانه بالمداخلات كلها من اول لاخر مداخله، فرحانه باهلي جدا جدا جدا، وخصوصا ان انا فعلا ما كنتش متخيله ان ده او ان المداخله دي هتتعمل. انا كنت بحسب بحد هيكلمك. بجد، ويعني انا سعيده جدا بيكي وسعيده للي انت وصلتيه، فانتي انتي قدوه كويسه، وانتي خير مثال ممكن اي بنوته تقتدي بيه. وصلتي الليفل صعب، ووصلتي لحاجات كتير قوي في وقت يعني قصير. انتي معاكي شهادات، انا شفت السي في بتاعك ما شاء الله بجد والله، يعني ربنا يكرمك. بصي، هو الفضل في ده كله والدي، ان هو كان بيدعمني ماديا ومعنويا. بصراحه والدي انا لو مهما اتكلم من هنا للسنه الجايه مش هقدر اوفي له كل اللي جوايا. ربنا يخليه لك. ربنا يخليه لي. هو والدتي بجد وقفوا جنب مني كتير، مدرسيني، دكاتره بتوعي، قدر ان هم يخلوني يعني بدل ما اكون حد داخل كليه عادي ان انا محبطه، لا لا انا بقيت حد ناجح جدا. الحمد لله قدرت اثبت نفسي من اول اسبوع في الكليه، قدرت ان انا اعمل كيان لنفسي، قدرت ان انا ابقى قائد، ان انا بعد كده ان انا ممكن يعني ابقى ليدر في اي حاجه. انت بصراحه يا برضو يعني انت سبب في ده، يعني هم اكيد عمرهم ما كانوا هياخدوا الخطوه دي الا لو انت حسستيهم ان هيجي منك حاجه كويسه. دعموني اكيد اكيد، بس انا عمري ما هدعم شروق الا لو شروق فعلا تستاهل، صح؟
فلازم كل بنت ولازم كل شخص عموما ياخد باله من النقطة دي. انا اقدر جنب ان انا ممكن اكون كل البنات تقعد تقولك انا عايزة ابقى مامي واتجوز واخلف وكده، انت ممكن تبقي مامي وناجحة جدا وليكي يعني ولادك هيكونوا فخورين بيه جدا وليكي مستقبل حلو وحياتك حلو، وهتقدري على فكرة تكوني احسن من ست البيت كمان. يعني انا ما بعيبش في ستات البيوت اللي بطلعونا واللي تعبوا، بس فعلا انت تقدري برضو في الوقت الحالي في جيلنا الحالي وفي الاجيال اللي جاية انك تكوني حاجة كويسة، وده مش هيجي على حساب بيتك ومش هيجي على حساب اولادك ومش هيجي على حساب في المستقبل انك هتتجوزي او هتخلفي، ده ملوش دعوه بده. بالعكس انت هتكوني شخصيه طول الوقت متجدده متفتحه، انت بتتعاملي مع ناس طول الوقت، فانت طول الوقت اوريدي انك شخص متغير بعرف ايه اتعامل مع العصر. صح. بصي يا لا، شهادتك في ايديكي هتنفعك في وقت، يعني لو ما نفعتكيش دلوقتي هتنفعك بعدين فعلا. رقم واحد. رقم اتنين، طالما انت متعلمه تقدري تتعاملي مع اولادك بعد كده. بالظبط. تعاملي معهم لو شخص، لو ابنك تعب، لو مثلا بالذات الاطفال هم صغيرين بيجي لهم لوحه او بيجي لهم مزقه. انت يا شوشو بقى يعني انت عايزه مثلا مين برضو في الجامعه عندك انت كنت قايله لي عايزه تشكري حد او عايزه توجهي؟ انا بشكر عميد الكليه دكتور عبد الحليم وكاشه، بشكر هيئه التدريس بصراحه هم تعبوا معانا وكانوا بيبذلوا معانا جهد جامد، فانا بشكر هيئه تدريس كليه التربيه الرياضيه جامعه كفر الشيخ وعميد الكليه، لان هم بصراحه لهم فضل كبير على اللي انا فيه. موفقه باذن الله، وانا فخوره جدا بيكي وحابه جدا ان يكون في منك يا شروق كتير، يعني حابه ان اقابل منك كتير فعلا. والله انا مبسوطه جدا ان انا معاكي، وحابه في النهايه ان انا احب اقول لك ان اي شخص لسه ما بداش، اي شخص لسه ما حطش هدف عشان يسعى وراه، لا يبدا من دلوقتي. انت لسه قدامك الطريق، لسه قدامك الطريق بدري، ما تقولش لا خلاص، لا انت لسه قدامك حلم حققه وسعى وراه باذن الله، وباذن الله كله هيكون هياخد القدوه. انا سعيده جدا بلقائنا النهارده وحلقه موفقه. وقبل ما اختم الحلقه انا حابه اهني محافظ كفر الشيخ اللي هو جمال نور الدين بمناسبه احتفال 4 نوفمبر بمعركه البرلس. شكرا جدا لحضراتكم، واتمنى اشوفكم في حلقه جديده. الى اللقاء لحين يجي او ياتي موعد لقاء اخر. برنامج بنت البلد كانت معكم الاء فريس.